السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. جنون الشهرة أدى بها لإنهاء حياتها وطلبت الطلاق، وتزوجت من فنان مشهور، هنعرف مين هو، وهنعرف كمان مين هي الفنانة المشهورة ابنتها، وهي الفنانة الراحلة سعاد حسين. نعرف تفاصيل كتيرة جدا عن حياتها الشخصية وكمان الفنية، وهنعرف جنون الشهرة بالنسبة للفنانة سعاد حسين وداها لفين. الفنانة سعاد حسين هي فنانة عرفت بحسها الفكاهي ونجاحها في أدوار الكوميديا التي كانت تؤديها، وهي والدة الفنانة سماح أنور. ولدت سعاد عام 1926 ورحلت عن عالمنا يوم 27 يوليو في عام 2008، واسمها الحقيقي سعدية حسين محمد من مواليد الاسكندرية، وهي والدة الفنانة سماح انور، واكتشفها المخرج كمال سليم وقدمها في فيلم البؤساء، وشاركت ايضا مع الفنان يوسف وهبي في المسرح، وشاركت في فرقة علي الكسار ونجيب الريحاني كمان، وقدمت 35 مسرحية، كما قدمت سعاد العديد من الافلام السينمائية، وهي اخطر رجل في العالم، وأرض النفاق، والحب فوق الهضبة، وشاركت كمان في مسلسلات وكان أبرزها يوميات ونيس ورفاعة الطهطاوي. وسعاد حسين هي تزوجت مرتين، المرة الأولى من الفنان سعيد خليل الذي كشف عن حبها للشهرة إذا أنها طلبت منه أن يطلقها لمدة شهر واحد فقط حتى تكتب عنها الجرائد، كما حدث مع طلاق الفنانة شادية وعماد حمدي وطلاق ليلى مراد وأنور وجدي، وقالت إن هي طلبة الطلاق في مقابل 2000 جنيه تمن الطلاق. والكلام ده نفته الفنانة سعاد، قالت إن هو بيتهمها بالباطل وبيضربها، وأكدت كمان عدم إنفاقه عليها. وأكد سعيد خليل في حوار قديم ليه إن زوجته كانت مصابة بداء الشهرة لدرجة إنها أخبرت صديقتها بالانتحار برمي نفسها في النيل، فذهبت إليها الشرطة ووجدتها على الشط وحررت محضر بالواقعة، فاشتهرت الفنانة، ولكنها نفت ذلك أمام المحكمة وأقرت إنها حاولت الانتحار 3 مرات لأنه كان بيتهمها اتهامات باطلة ويغار عليها ويضربها ولا يقوم بواجباته في الانفاق. والدة الفنانة سماح أنور بعد انفصالها عن زوجها ارتبطت بالمؤلف المسرحي والتلفزيوني أنور عبد الله الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة سماح أنور، وكونوا مع بعض فرقة فكاهة، وقدمت ما يزيد عن 35 عمل مسرحي. وتوفت سعاد حسين ورحلت عن عالمنا في 27 يونيو عام 2008 عن عمر يناهز 81 عاما. رحم الله الفنانة القديرة سعاد حسين.